كده بإذن الله هنتكلم على مجموعة أرقام نحتاجها في الرينال كالكوليشنز، الفوليوم اوف اليورين، الانيولين البلازما واليورين بتاعه، البارا امينو هيبيوريك اسيد في الرينال ارتري والرينال فين، اليورين اوف البارا امينو هيبيوريك والسبستنس اي والسبستنس بي سواء بلازما او يورين والهيماتوكريت. المطلوب منك 7 حاجات نحلهم، هنصور السبعه دول في فيديوهين باذن الله. في الجزء الاول طالب مني الفاليو اوف جلوميرولار فلتريشن ريت. طيب انا لو جيت بصيت على الجدول هلاقي ان انا عندي انيولين وعندي بارا امينو هيبيوريك. كلنا عارفين ان جلوميرولار فلتريشن ريت بنقيسه باي الانيولين. طيب الانيولين بيتميز بحاجه ان هو فريلي فلترد not reabsorbed or not secreted. ولما جينا حسبنا الكليرنس اوف انيولين في النظري لقيناه 125 ملي بير مينت، بالظبط هو الجي اف ار. الانيولين بالنسبه لنا هو بيمثل بالسهم الازرق اللي انتوا شايفينه، ده معناه ان هو فلترد طبعا not reabsorbed، ما راحش للبيريتوبولار كابيلاري وما حصلوش secretion يعني ما تحركش بالعكس من الكابيلاري الى البومنز كابسول. افكركم بمعادلة الكليرنس C اللي هو الكليرنس times P concentration of inulin in plasma يساوي U times V U اللي هي concentration of inulin in urine times الV اللي هو volume of اليورين. واضح من العلامات الزرقاء الصح التلاتة دول موجودين عندي في الجدول، انا محتاج كليرنس. لو استخدمنا الجدول ده هنلاقي ان هو مديلي اليورين انيولين concentration of inulin in urine 12 جرام بير ملي. طبعا انا مش عايزها بالجرام، عايزها بالملي جرام، عشان كده هضرب الجرام في 1000 تايمز الفي اللي هي الفوليوم اوف يورين 1 ملي بير مينت، واقسمه على البي اللي هو الكونسنتريشن اوف الانيولين ان بلازما. فانا عندي يو تايمز في على بي طلعت لي 120 ملي جرام بير ملي، وده بيمثل جي اف ار. تاني حاجه هو طالبها منك رينال بلازما فلو. لو تفتكروا معايا الجدول اللي كان في المقدمه، الرينال بلازما فلو بيتقاس بالبارا امينو هيبيوريك اسيد. هو جايب لي معلومات عن البارا امينو هيبيوريك اسيد من خلال الجدول، انا عايز استغلها. بس هو طالب مني حاجتين في البارا امينو، الترو رينال بلازما فلو يتقاس ازاي والإفكتيف رينال بلازما فلو. هنقول الفرق بين الاتنين، بس قبل ما نقول الفرق تبصوا معايا على الرسمة. طبعا ده الجلوميرولس وده البومنز كابسول، ده الرينال ارتري بالأحمر والأزرق هو الرينال فين، وده البارا امينو هيبيوريك أسيد. لو جينا بصينا هنلاقي ان هو جايب لي في الجدول حاجتين، تركيز البارا امينو هيبيوريك في الارتري وتركيزه في الفين. طيب السؤال اللي يهمني دلوقتي، طب انا عندي التركيزين لازم اجيب الديفرنس اللي ما بينهم علشان اقول هو ده الترو رينال بلازما فلو، ده الرينال بلازما الحقيقي، وده اللي احنا هنشوفه دلوقتي في حساب الترو رينال بلازما فلو. لو جينا بصينا هنا الرينال ارتري بارا امينو هيبيوريك 1.2 والرينال فين بارا امينو هيبيوريك 0.1.